إذن مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكل العيون التي تتابع الموصلية، ومرحبا بكل القلوب التي تحب الموصلية، ومرحبا بكل القلوب البيضاء التي تحب برنامج مايك الموصلية. معكم سالم الماسي والمصور المبدع علي النعيمي، اللي خطيا نتعبه كل مرة ونزور أغلب الأماكن الخطرة والموحشة ونحزن سواء، ولكننا نريد اليوم أن نفرح. أعزائي المشاهدين، بعد تحياتي إلى الجيش الباسل وتحياتي إلى كل مواطن موصلي أو عراقي شريف يريد أن يخدم بلده، وبعد التحيات للطلبة الذين درسوا من أجل وطنهم ومن أجل أن يتقدموا بهذا الوطن إلى أمام، وتحية لكل طالبة نجحت وتحاول أن تنجح في مسارها نحو التقدم. التقدم العلمي مهم جدا بالنسبة لنا حتى نحصل على النتيجة النهائية، ألا وهو نطبق شعار العراق يتقدم بتقدم العلم، وعندما لا يتقدم العلم لا نحصل على نتائج مرضية من قبل الجميع. إذن أعزائي المشاهدين، اليوم حلقتنا عن مكان مهم جدا بالنسبة لأهل الموصل، ألا وهو المكان ومحطة قطار الموصل. هاي المحطة اللي في قلبنا لها ذكريات عظيمة وحزينة. حزينين والله، أنا أنسى حزين من دخلت أنا، حتى علاوي قال لي ايش راح تحكي؟ قلت له شو احكي من الحزن أنا، يعني يراد لبيت شعر هذا دارمي، بس أنا مو شعر شعبي، ها، بس يراد لقصيدة رثاء من قلبي حمامة بيضاء إلى نينوى والخضراء. فابكوا على دجلة التي تنتحب على الخرائب. يعني هذا الكلام اللي دا طالع من قلبي، من قلبي إلى قلب الكاميرا وإلى عيون مشاهدينا وأحبائنا. يعني حسرة والله حسرة عليك يا وطن من أشوفك بهالدمار هذا. حسرة. التفت يمين ألقي أبراج شركة آسيا سيل مرتفعة، وشركات أخرى أبراجها مرتفعة، لأن الشركات بيها فلوس، والوطن فقير. فقير الوطن، فقير هذا الوطن الفقير. وأسفة عليك يا عراق، وأسفة عليك يا عراق، هيك يصير بيك. زين، يعني هاي المحطة اللي كنت أسافر إلى بغداد، كنت أجي والله أقعد بهالمكان هذا، هاي الأماكن أقعد هنا أنتظر. كانت العصرية الساعة 8 نقعد العصرية نحجز وجنطنا معانا، ها، ونسافر إلى بغداد، يعني ونقص التكت من هاي الأماكن هسه راح نروح يمها. وساعة 8 كنا نقعد في هذا المكان اللي هسه ليش صورنا هنا بالبداية، كنا نقعد بهذا المكان هاي الباحة محطة الاستراحة وننتظر تصير الساعة 8 إلى 5، نروح نصعد اكو قطارين، كان قطار الساعة 8 و9، واحد يوصل بالـ5 والاخ يوصل بالـ6:30. كنا نصعد ونروح الصبح نصبح ببغداد. زين، بغداد الحبيبة، بغداد الجميلة، بغداد دار السلام اللي الله يخلصها من الفاسدين. فاحنا يعني من كنا نسافر هاي الذكريات عادت بينا واحزنتنا اليوم كثيرا، يعني على هالخطوات اللي كنا نمشيها. وبعدين من كنا نمشي من الجمهورية، شارع الجمهورية، نمشي نتخطى إلى جراج بغداد مقابلنا اللي هو هسه أيضا مهمل وتعبان، بس الشاشة مال 2013 ممدودة، وأصلا الشركة هاي اللي موجودة تعبانة جدا. وين ما تلتفت، وين أينما التفت وجدت الفساد، وجدت الدمار. طبعا دمار مقابل وفساد. تدرون انتوا بكل اكو محافظات، او عندنا هم بالموصل عندنا عينات. هذا القطار المحطه هاي مبنيه من صار لها 50 سنه مبنيه. زين، اكو بنايات مدارس صار لها 30 سنه مبنيه، ما بنينا لحد الان من 2003 الى حد يومنا هذا مدرسه بها خير. ماكو. زين، ما ادري شو نقول شو نحكي. تزعل لو ترضى، هذا واقعنا بابا. أنا ما جاي أطلع شيء من عندي ولا جاي أتبلى على أحد، بس أنا مدى أشوف شيء جديد مبني في كل العراق. ماكو، إلا أنت إذا طلعت على إقليم كردستان. لا والله،
الناس دا يبنون والناس دا يعمرون والناس دا يسوون حدائق في كل منطقة، دا يسوون حديقة. هذا واقع، واقع مو من جيبي أنا، كلكم دا تشوفون ودا تطلعون على المواضيع حد يعني أنتوا على احتكاك بها. من سالم يحكي 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 من قلب جريح على العراق، هذا قلبي جريح على العراق هذا زين، على على ما من المؤامرة الكبيرة اللي دمرت هذا هاي المحافظة الجميلة. يعني هاي المحطة طبعا تشوفون يعني هاي هذا ركام طبعا، أنا قبل سنة همين كنت هنا المكان هذا وكلكم تتذكرون على يمكن كان يمكن تموز أيضا بتموز ها بهذا الشهر، أيضا بتموز كنا هنا نادي ونصيح ونصرخ مثل الديكة، بس إحنا مو ديكة، إحنا وادم نصيح، إحنا صرنا ديكة والله نصيح يا معودين يا خلق الله تعالوا سووا لكم فتشي، عندنا استثمار اقتصادي، المكان هاي مشكلة نوديها لغير مكان، هم نستفيد إحنا والدولة هم تستفيد، ولكن لم يحرك أحد ولا كأنما واحد سمعنا. والله من أجي أشوف هاي معمرة ألف تحية أخذ وألف شكر أقدم وألف وأصلي هنا، أصلي سجدة شكر لله إذا إحنا عدنا بناية واحدة بالموصل. وأنا وعد هذا من عندي من سالم الماسي لكل دائرة إن بنت نروح هناك نصلي سجدة شكر لله سبحانه وتعالى حتى نقول لقد أرجعنا ما دمره الإرهاب. هو هذا النصر الثاني. أنا ردتكم وردت الأيادي البيضاء تجي حتى نرد على الإرهاب ونضربهم ضربة قوية. نعيد هذا، هاي انتصر الجيش ولكن لم تنتصروا بالعمل والبناء، ما انتصرنا بعد. احنا اكمال النصر بهذا بحرب الإعمار والبناء. اليوم احنا امام حالة معينة جدا، يعني هذا هم يكلف شيء، يعني هسه نرجع ونقول سالم بس يقول شفلات، ايه ارجع واقول نجيب الشفلات نجيب الايدي العامله. يعني من تموز هذاك لو جايين احنا مفكرين او مفكر الوزاره المعنيه، الوزاره المعنيه بالعرباين مثل ما يقول علاوي بالعرباين يوميا، لو شايف كان هسه حصلنا على نتيجه، لو جاي والله العظيم شايف هالمكان نظيف كان اشكر اشكر المخلصين، ولكن حتى هاي الطابوقات ما قدروا يشيلوها. هاي 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 شنو هاي تسأل؟ احنا عندنا اجتماعات ولا عندنا انتخابات؟ يا احنا عندنا صارنا سنة نصرف على المفوضية، وهم من خانونا وهم باعوا اصواتنا وهم باقونا، جبنا لكم اجهزة من احسن دولة، ها هم خربطوا فيها وما ادري سووا بيها ولعبة، وكل ما تكشف اللعبة تجي لعبة ثانية. زين قل لي احنا ما راح نخلص من اللعب احنا، بس انا افتهم يعني احنا ما نقول الطفل انا اشبه المتلاعبين بالطفل، هسه اكو اطفال ابوي يجي عليه 12 بابا انت ما خلصت لعب كافي ابني روح نام، هسه انت بروح نام ارتاح عوفنا بحالنا عوفنا حتى احنا نقدر نفكر، يعني انت من تلعب 24 ساعة راح تلهينا وتلهي المجتمع وتلهي مسيرة العراق نحو التدني. يعني بأي لغة؟ أنا قبل سنة صيحت هنا بأي الأماكن، قلت كلمة واحدة، يعني عندما تعيدون دائرة عراقية في الموصل تابعة للدولة إنه نصر ثاني لجيشنا الباسل، ولكن أنتم ما سويتوا شيء. ومتأكد وأجزم وأحلف وأقول بالقرآن إذا هذا أعطيناه للجيش يكملوه بخلال شهر، ومتأكد زين للجيش الباسل إذا انطيناه هذا الجيش العظيم العراقي إذا انطيناه والله بشهر يشيلون الأنقاض هذا، يقول لكم تعالوا يلا زين. ولكن هسه خطية الجيش يسوي جيش يحمي الوطن؟ لو 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 جيش ترى هم بنا، يعني هسه جسور على كم جسر بنا الجيش أنشأ مو ثلاث جسور مو هذا الجيش الباسل زين، يعني شو يسوي الجيش يحمي الوطن؟ لو 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 يجي عماله يشتغل، يعني هسه احنا يعني قبل سنه هذا المكان محرر كامل، ها وتم تحرير الايمن بالاكمل زين، يعني كانت
حتى واحد لا يكذب يكون صادق في عمله. يعني كانت مناوشات بسيطة في المنطقة القديمة، وما كان كانت لا ترجع العوائل، كانت أنا يعني بتموز أتذكر علاوي إيه طبعا كان الحشد الشعبي الموقر كانوا موجودين هنا، تذكر علاوي كانوا هم جو معنا صورنا هالمكان هذا. فإحنا يعني إحنا نشوف جهود الجيش ليست متوازية مع جهود الدوائر المعنية. وين واحد فوق النجيم والأخ بالأرض، زين فرق بين الثرى والثريا، زين وناس أدوا واجباتهم على رأسهم مكافحة الإرهاب الأبطال وذهبوا إلى أماكن أخرى. وهم طبعا بالمناسبة كل القوى الوطنية الشريفة طبعا حتى بما فيهم بيشمرقة والمسيحيين والمسلمين واليزيديين كلهم شاركوا بتحرير نينوى، يعني وبارك الله بهم وتحية لهم. بس ولكن احنا هذول الأناس الطيبين أدوا واجباتهم وقدموا التضحيات، ذهبوا إلى أماكنهم وبارك الله. بس هو مو يجيبني سوى لك ثلاث جسورة بارك الله بهم ألف شكر لهم، بس ولكن أنتوا الوزارات المعنية هل بكم من مخلص يقدم الدواء لنينوى المريضة؟ ماكو. تلقيه يعني المشكلة من يخلون على ستيج المراسلين، هم فرحانين المراسلين مرات يروحون على والله اليوم اكو تصريح من فلان الفلاني، يجي وقاعدين والله اليوم هو شو طلع 20 مايك ويطلع يقعد صار سوف من السماء نطير الى الارض. وين يابا الشعارات والكلام طويل ولكن التنفيذ بعيد عنا. احنا شبعنا كلام معسول. أنا متأكد العراقي يتسأل من الجنوب إلى هالمنطقة هاي إلى المكان هذا ماكو، يقول بس روح عني شبعت. أنا كذب، شبعنا كذب زين. يعني المفروض هبة عراقية تصير من الحكومة المركزية من خلال تشكيل اللجان. يابا لجان هم مريد شخص واحد بس يجي ياخذ صور وشوف هاي كلها بالصور وبالكاميرا، هسه كاميرات موجوده يعرضها بالفيديو للمعني. من هو المعني؟ يعرضها في بغداد للمعني، يابا هاي الفلان هذا هاي الفيديو من جنوب المحطه وهاي من شمال المحطه وهاي الغرف هاي كلها يقدر يشوفها. يقول المسؤول بالاخير للمعني انطينا هسه الحل، شو نسوي الحل؟ يلا انطينا هاي واحد يجي بس، ما أكو داعي غداوي وهبيط وشايات وجقاير، حتى جقاير مضرب الصحة زين ونرقيلة، ما أكو داعي حال نرقيلة. واحد يجي بس مبعوث يشوف وينطيكم الحل. طبعا ينطيكم الحل يقول لكم يابا روحوا هاي أموال مخصصة لإعادة إعمار هاي المحطة وبعدين إن شاء الله نتواصل معاكم، بس نريد الخطوة الأولى. ماكو السنة كاملة الخطوة الأولى ماكو، ولم نجد أحدا يتحرك نحو نينوى بالشكل الصحيح. يعني إما إحنا نكون عراقيين وطنيين نحب دجلة والفرات والعلم العراقي، وإما لا ماكو داعي من أولها. بشرفي لو أني مسؤول على المكان هذا في مكان آخر أستقيل، إما أظل طالب بغداد يابا تعالوا ترى هسه انتخابات خلصت انتهت، هسه انطونا فتشي ننجز بيه، انطونا فلوس ننظف بيها هاي، نجيب عمال ننظف بيها هاي حتى ستيب باي ستيب حتى نقدر نتحرك إلى أمر آخر، إلى ورقة نشقها ونقلبها. هسه احنا صارنا يعني سنة كاملة والله كان المفروض احنا سوينا شيء جميل وكثير. يعني الأرضية ما المحطة ما بيها شيء، ولكن هاي مدمرة، هاي ممكن تعاد، هاي يعني بناء قديم ممكن يعني ترمم، اكو مناطق بيها ترمم، يعني ما نقدر يعني ماكو شيء يقول لك مدمرة بالكامل. ممكن مهندسينا يعني هسه هذا ما له داعي، يعني ماكو شيء يقول انه يهدم مثل المستشفيات الموجوده بالايمن المجمع الحكومي للمستشفيات، هاي مدمره ليش يعني عماره ممكن توقع، بس ولكن هاي لا، هاي ما مدمره بالكامل، مجرد هاي الانقاض تنشال. وايضا يعني حتى اذا سوينا هذا ايضا اهم شيء هو احنا نصلح السكك الموجوده
وهاي المكاين تستبدل ونجيب لنا قطار جديد. بيش هو قطار جديد كلف حد هسه خلي فات سنه منبوك، ها سنه بعد سنه منبوك، ها فاليوم هذا واحد خطير رجال يستلم راتبه كل شهر يلقى ناقص منه 100,000، فشهر شاف 700 نفس 700، فسأل بالبيت قال يابا شو اعتقد واحد منكم نسى يبوقني الشهر هذا. واحد قام جوابه ابن من ابناء يعني مل ابن الشذب، قال خلي اصارح ابوي، قال يابا اني هالشهر ما بوقتك، انقهرت عليك انقهرت عليك، ها اشترينا بيها منبرده، ها زين على قولت علاوي، فهالشهر هذا انقهرت عليك اني فما بوقتك اني زين. قال بارك الله فيك، ما دام اعترفت اني عفيتك على كل السرقات اللي راحت لانك اعترفته وهذا. فاحنا نقول للجماعه يابا شهر واحد لا تبقونا، ها شهر واحد لا تركب الطياره، ها وش اسمه وبقيه الحشم والخدم، ها والنراقيل، ها شهر واحد على اساس شكوا بي الله اكبر. كان هيئتوا لبناء اعاده هاي الدوائر شهر رمضان، كان قلت هديه زين، كان رجعتوا جامع. ها احنا هاي المسائل يعني المفروض يعني احنا انا شو اصور لك دولتنا كلها نايمه، شتا يجي معود بيغدي ايش نعمل بصبر روحاني ام الصوبه، الصيف يجي والحاره وين اطلع وين اروح، حاره معود وين روحاني يا معود خليها يا بس حتى السياره بيها تبريد، انزل من السياره وشوف زين. انت من بغداد الموصل، انت من بغداد الموصل يعني شكون من بغداد الموصل؟ طيارات موجوده حديثه، خلينا نركب طياراتكم منها ونروح للموصل نشوف الدمار الموجود بيومين ثلاثه، نشوف المهمه البنى التحتيه المهمه في الموصل حتى نقدر نستعيد عافيتنا. بيش بالدوائر المهمه، الدوائر الصحيه، الدوائر الخدميه، النقل، هاي الجوامع اللي نبدا بها بتثقيف الانسان، ها زين الجامعه اللي نبدا بها باعطاء الانسان القدره على قياده المجتمع، هاي الجامعه زين. كل يوم نفوت من يوم الجامعه بنايه مهدمه، ولكنما طبعا الجامعه صار لها سنتين متحرره، مو علاوي قد سنتين متحرره الجامعه زين، ولا شفنا اعاده هيكله لبنايه، كلها جماعه خطيه. المدرسين كنا نروح على اليمانيه، عندنا واحد اخر اسف الجامعه ما عندي مجال اروح الجامعه اسوي مايكل مصري هناك، ولكن انا اشوف مدرسين اشوف طلاب مساكين يريدون يعيدون انفسهم للحياه ويضعون نفسهم على السكه الصحيحه، ها ينظفون ونظفوا واستمروا بالدوام وانتصروا هم، ولكن لم تنتصر اداره الجامعه، لم تنتصر لحد الان اداره الجامعه انا اشوفها متقاعسه عن العمل. شنو يعني الواقع لو شويه على مود العيب العرق، يعني هسه واحد ما يكون منسوي شغله يستحي شويه يعرق، هسه على مود الحياه هذا البوابه مال الجامعه ماكو عمروها زين، التعليم العالي ما شاء الله عندكم فلوس زين، عقود ووسه ودنيا، ها زين يعني ما شفنا شيء بالجامعه. هاي الاساسيات اللي نحكي عليها هي مهمه لاعاده احياء وانعاش نينوى، المحطه الجامعه وايضا جراجات الجراج بغداد حتى نشيل الحمل عن جراج الشمال، ارجع الجراجات الصغيره في الايمن، ها اللي تروح على غرب الموصل واللي على حمام علي وجنوب الموصل، احبان اهميه ذول نهتم بابا احنا انتم ليش تغلطون انفسكم؟ الواقع يقول شيء وانتم شيء اخر. ف اعزائي المشاهدين ما اطول عليكم ولا الصوره هي راح تتحدث، ها هسه علاوي نصور المكان هذا وانتم راح تشوفون، وعليكم ان تبكوا على هذه المحطه. اطلب من يبكي على المحطه؟ على كبار السن اللي كانوا يسافرون من خلال المحطه الى بغداد ذهابا وايابا، فلتبكي العيون ولتدمع على نينوى. تعال
إذن أعزائي المشاهدين، إحنا مستمرين وياكم ببرنامجكم مايك الموصلية، هذا البرنامج الذي سكن في قلوب أهل الموصل، وهذا البرنامج طبعا يحب أهل الموصل وأهل العراق طبعا عامة. إحنا ليش نقول أهل الموصل؟ لأنه الموصل هي جزء من العراق، وأنا جزء واحد من الشعب العراقي المسكين اللي عانى ما عاناه. فهسه أدخل طبعا، هذا هو مكان الموظفين كانوا يقعدون به حتى يقصون تكتات مع القطار. تشوفون أعزائي المشاهدين، يعني هسه حاليا أنا بمكان بمنتصف الدائرة الإدارية لمحطة الموصل. والله هي اللي نشوفها هسه حاليا، يعني فقط يحتاج إلى إعادة تعمير، يعني ما إلى هدم، لأنه المكان يحتاج إلى تعمير فقط. هذه مهمة الطيبين المخلصين اللي ننتظرهم أو ينتظرهم العراقيين كلهم. فيعني ملخص مفيد، يعني إحنا أعزائي المشاهدين هو هذا الواقع، واقع مؤلم بالنسبة لنينوى الحبيبة. يعني إحنا من قلنا الأمريكان من طبوا للعراق، قالوا إحنا راح نغير كل شيء والديمقراطية، لأنه اليوم تجربتين ثلاثة ما استفادين، عشرات التجارب وأقسى التجارب التي حفرت في القلوب وفي الأفكار هي هاي تجربة الإرهاب في المحافظات التي دمرها داعش. فإحنا يعني من المكان هذا، يعني شيء واحد ينقذ العراق من هذه المرحلة الصعبة اللي هو يعرفوه وانت تعرفه والمصور يعرفه وكلنا نعرفه، تلاحم العراقيين وتفكيرهم بالوطنية وتفكيرهم بالعلم وتفكيرهم بحبنا لهذا الشعب وانتمائنا للأرض هذه والحضارة هاي. طبعا ليش هم يعني متآمرين على العراق؟ ليش بابا احنا المفروض الوطني يجاوبه يقول له حبيبي انا عراقي، أنا عراقي، أنا وأنا ما أسمح لك تقول لي أنت كذا وأنت كذا، لأن إحنا واحد ما أكل بيت الآخر. زين، وإذا طلع ومرة من المرات طلعنا على الأردن سفرة، طلعنا في شغل، أنا طلعت والله يعني ب 2007 يعني اجتمعنا بمعبر الكرامة على ما انفتح الحدود، ثلاث ساعات إحنا قاعدين، جاب الأنبار وجاب من البصرة وكذا، وقاعدين كلتنا سوا، وكلتنا شربنا شاي باستكان واحد والله بشرفي، يعني بس مرة واحدة قالت عندي قلاص واحد وترمز واحد من الديوانية خطية، راح أعطيكم شنطتنا شاي كلنا شربنا من الشاي هذا. هاي هي الوطنية العراقية التي لم تأتي بدراسة الغرب، وإنما أتت بطوعية المواطن العراقي وبتلقائية الحب العراقي. هاي هي، إذا خليتونا هاي إحنا نقدر نرتقي. اما احنا كل ساعه واحد يحش بينا وكل ساعه واحد يقول لنا انت كذا وانت كذا وانت كذا. بابا اتركوا الدول اللي تريد الشر للعراق، اتركوا، خلونا احنا نعيش عراقيين نحب بعضنا، ها، ونكتب بالحدود العراقيه كل الحدود لا طائفيه في العراق، بل حب للشعب العراقي، بل تقدم للمواطن العراقي. زين، يعني يحس بنفسي انه تنتشر امراض عندنا في بعض المحافظات هذه. يعني المفروض بينا احنا بعد هاي التجربه المريره انه نهيئ انفسنا لقتال المرحله، الموظف يقاتل من جانبه في كل دوائر الدوله، المدير، الكل، كل الشعب يقاتل. بس شلون نخلي الشعب يقاتل بالبناء والاعمار؟ شلون نخلي قاتل اذا لم يكن لديه قائد حتى يقوده؟ كل مكان بقائد ببناء المجتمع العراقي. زين، وتوحيده ولا طائفيه، يعني هاي الطائفيه المقيته اللي سووها في لبنان دمرت لبنان 10 سنوات، ولكن احنا اليوم فلنستفيد ونرفع رايه الله اكبر، وتحت هذه الرايه نقول نحن عراقيين ولا نفرق بين محافظه واخرى، ونحن كلنا نريد نعيش بسلام. السلام مطلوب لكل العراقيين، من حق العراقي أن يعيش، ومن حقه
أن يتمتع بثرواته. يا بابا التمر عندنا ما مستفادين، والله أنا بالموصل غير ما أشوف التمر مال بصرة، شنو القصة ما أدري، بس أشوف تمر إيراني، ما أدري تمر منين جاي، بس أشوف هاني يعني ما يعني أنا هسه أريد آكل تمر البصرة، تمر العمارة مثلا، نجف، هاي ما أكل التمر هذا إلا واحد ندزه يجيب لنا باليد. زين، خلونا نستفيد من بعضنا ونخاف على بعضنا ونحب بعضنا. ليش بس الفريق العراقي من يلعب؟ نفس الفريق العراقي من يلعب لازم نحيي الفريق هذا، لازم نحيي أنفسنا، وواحد يحيي الثاني. وأموت عليك يا عراقي وأحبك يا عراقي. زين، هاي عراقيتنا بابا، احنا قلنا التلقائية هي التي تعيد المجتمع العراقي. زين، انتصرنا على الإرهاب بسواعد الأبطال، واليوم هنالك حرب أخرى هي اسمها حرب البناء والإعمار، وتحية لكل إنسان بدأ يفكر ببناء هذا الوطن، إن كان بالموصل أو إن كان في بغداد أو إن كان في أي مكان آخر، وتحية لكل مسؤول بمحافظة نينوى يفكر ببناء هذه المحافظة. من هسه أقول له تحية لك، لأنك بدأت تخطي الخطوات الجيدة نحو التقدم. فيعني مسألتنا أعزائي المشاهدين يعني هي ترى بسيطة، مو مستحيلة. المستحيل هذا الكسول يقول هذا مستحيل، ولكن البناء والإعمار يتم عند الإنسان اللي عنده تصميم على بناء هذا البلد. فاليوم الوزارة المعنية، وزارة النقل هي معنية بالموضوع هذا، المفروض وزارة النقل تبعث مندوب واحد، قلنا حتى صور لك بالفيديو وشوفه، حتى نخصص الأموال ونعيد هذا المكان إلى سابق عهده. فأعزائي المشاهدين هسه راح ننتقل يعني إلى مكان آخر حتى نشوفكم العربات الموجودة، ونشوف أيضا المسؤولين المعنيين في بغداد أنه هاي المحطة باستطاعتها العودة إلى الحياة إذا سارعتم الخطى نحو إخراج هذه المحطة من هذا الركام ومن هذا الواقع المؤلم. إذن أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين وياكم ببرنامجكم مايك الموصلية. طبعا هسه احنا تحدثنا عن البناية وإعادتها وتأهيلها، ولكن هسه حاليا احنا ننتقل إلى الموضوع الأهم والمهم جدا اللي تحدثت به يمكن أكثر من ساعة كاملة العام الماضي حول الاقتصاد وانعاشي بنينوى. يعني من أولى المهام اللي لابد أن تقوم بها وزارة النقل هي انعاش الاقتصاد في نينوى. طبعا انعاش لا يكون إلا من قبل فروع معينة، أول فرع قلنا البنك المركزي العراقي والبنوك الأخرى، وأيضا عملية ثاني انعاش أساسي هو عملية يعني انعاش النقل ما بين الموصل وبغداد. لأنه أعزائي المشاهدين احنا اليوم تشوفون الاستراتيجيه القديمه اللي مخططه من الخمسينات، احنا ما علينا بالسياسات، احنا علينا بالمهندسين الذين خططوا او بذوي الخبره الذين خططوا لانعاش الاقتصاد في المدن العراقيه، لنا علاقه بالموضوع هذا. هم فكروا قبل 50 سنة انه يمدون سكك الحديد ما بين المحافظات الكبرى اللي هي البصره والموصل لبعدهم. هذه المحافظات طالما هي مرتبطة ببغداد سيكون هناك انعاش اقتصادي لتلك المدن وأيضا لبغداد أيضا. يعني اليوم هاي العربات اللي تشوفوها قدامكم يعني صعدت خصيصا لهاي العربة، هي عربة النقل اللي تحمل بضائع، أكثر البضائع حتى النفطية كانت تنقل من بغداد إلى الموصل ومن وإلى العكس طبعا، وأيضا البضائع المواد الغذائية، كل المواد حتى مواد البناء والإعمار. اليوم احنا حاليا يعني عندنا الكونكريت هذا حتى مجال النقل، نقل السكك الحديد ممكن يفيدنا بإعادة إعمار نينوى. فمهم جدا أنه لو فكرنا بجدية لإنعاش هذا الاقتصاد، المهم يعني نفكر ب إعادة أول شيء إعادة النقل، نقل السكك الحديد، وإعادة هيكلة العربات الناقلة للبضائع المنتقلة من بغداد إلى
إلى هالمكان هذا إلى في نينوى. إذن أعزائي المشاهدين يعني طبعا هي مهمة جدا، ولكن نحن نريد أن تأتي اللجان حتى تشرف على عملية هذه العودة وتقدم التقارير الموسمية أو الأسبوعية حتى يقدر بغداد يصرف هاي الأموال. فالعملية أيضا تحتاج إلى وقت، لكن إحنا قبل عام نادينا ولكننا لم نستغل هذا الوقت إلى يومنا هذا. فهذا هو عملية النقل بين بغداد والموصل متوقفة بشكل تام، مشلولة. يعني حتى النقل البري اللي موجود حاليا بين بغداد وبين الموصل، يعني حتى الطرق اللي موجودة حشينا عليها طرق مكسرة، وانتو تعرفون المسافرين لبغداد شلون الطرق هي مكسرة وتحتاج إلى إعادة تعمير. إذا يعني الإنعاش الأول يبدأ من، إذا ردنا ننعش الاقتصاد في الموصل، يبدأ من محطة إعادة تأهيل هذه المحطة حتى نقدر بعدين نجيب القطارات المسافرين الخاصة بالمسافرين حتى يقدرون يسافرون إلى بغداد عن طريق القطارات، وحتى أيضا يرتاح المواطن العراقي عندما يجي للموصل أو من الموصل يذهب إلى بغداد، وهكذا تسير الحياة. إذن أعزائي المشاهدين فإحنا اليوم في هالمكان هذا، يعني ما اريد نطول عليكم ولكن وفراقكم علي صعب، ولكن انا انادي الخيرين وانادي الجهات المعنيه في الحكومه المركزيه ان يبداون بانعاش اقتصاد نينوى من خلال اعاده تاهيل محطه قطار الموصل، وايضا ارسال اللجان حتى تشرف على العمل، والاستفاده ايضا من الحديد الموجود والعربات المتروكة هنا وإفراغها، وأيضا إعادة تأهيل السكك الموجودة اللي متلفة، فحتى نوصل إلى هدفنا الأساسي هو تغيير الواقع المؤلم في نينوى. فحتى ملتقانا وياكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى، وقبل لا نقول السلام عليكم تحية للمخرج والمصور المبدع علي النعيمي، وكان معكم سالم الماسي، وحتى ملتقانا وياكم في أماكن أخرى وحلقات أخرى ومعاناة أخرى، أقول لكم أحبكم ولف بوسل عيونكم. ثم الله.